بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة والطالبات طلبة الفصل الدراسي السابع المادة رقم 441 تصميم نظم التكاليف لقد انتهينا في اللقاء السابق من عرض أهم الأسس لمكونات نظام المعلومات بصفة عامة وتعرضنا إلى العوامل المؤثرة في اختيار نظام معلومات التكاليف في نهاية الوحدة الثالثة من هذا المقارن. ننتقل اليوم إلى الوحدة الرابعة ألا وهي نظام معلومات التكاليف. تنقسم هذه الوحدة إلى مجموعة من النقاط الجوهرية تتمثل في أولا الأساس العلمي لنظام معلومات التكاليف. اثنين هل هناك عدة انواع لنظم التكاليف ام عدة طرق لحساب التكلفة؟ يجب علينا الاجابه على مثل هذا التساؤل. ثلاثة ما هي اسباب اختلاف وتعدد طرق حساب التكلفة؟ النقطة الرابعة هي دراسة التنظيم الاداري للمنشأة. النقطة الخامسة دراسة التنظيم الفني لعمليات المنشأة. واخيرا مطابقة التنظيم الفني والتنظيم الإداري سنتناول هذه النقاط بالتفصيل خلال هذا اللقاء بداية ما هو الاساس العلمي لنظام معلومات التكاليف لكي يتكون لدينا أساسا علميا لنظام التكاليف يجب ان يتوفر فيه العناصر التالية أولا دليل لوحدات التكلفة أو النشاط اي دليل المنتجات. كيف يتم اعداد مثل هذا الدليل؟ سنتناول هذا بالتفصيل في وح... في احدى الوحدات القادمه. دليل مراكز التكاليف. ايضا سنتناوله في هذه الوحده القادمه. دليل عناصر التكاليف سنتعرض لها بالتفصيل في الوحدات القادمه. المجموعه المستنديه، المجموعه الدفتريه، ملخصات التشغيل، تقارير وقوائم التكاليف. وبالتالي لكي يكون لدينا اساسا علميا لنظام محاسبه التكاليف يجب ان يتوفر في مثل هذه العناصر موجة تامعة مثل النظام المحاسبي المالي يجب ان يتوفر فيه ايضا مجموعه مستنديه ومجموعه دفتريه ودليل حسابات واخيرا قوائم وتقارير ماليه. نفس المنطق نتعامل به مع الاساس العلمي لنظام معلومات التكاليف. فهذه العناصر الأساسية يجب تتوفر دليل لوحدات التكلفة وآخر لمراكز التكاليف وثالث لعناصر التكاليف. وكذلك يجب توافر مجموعة مستندات ومجموعة دفاتر وملخصات التشغيل وتقارير وقوائم التكاليف المختلفة التي تعد من ضمن القوائم والتقارير الداخلية داخل المنشأة. السؤال اللي كان من منذ قليل هل هناك عدة أنواع لنظم التكاليف أم عدة طرق لحساب التكلفة؟ يجب علينا التفرقة بين كلمتين النظام والطرق هناك فرق جوهري بينهما يجب أن نشير إليه كلمة النظام تشير إلى مجموعة إجراءات ووسائل ومقاومات يعني مجموعة أسس علمية ومستندات ودفاتر وتقارير محاسبيه واداريه. ايه هدفها؟ حصر وتتبع وتحليل عناصر النفقات من اجل المساعده على الوصول الى نتيجه محدده. ده النظام يعني مجموعه اسس. اما الطريقه فهي الاجراءات التنفيذيه الفعليه لتصميم النظام وبالتالي فهي ما يتم اتباعه من اجراءات. في التنفيذ الفعلي لتصميم النظام من أجل أن تستوفي مقوماته التي زجرت في النظام بطريقة تناسب طبيعة الصناعة وطريقة التشغيل بها وذلك من حيث التفاصيل الدقيقة التي يستلزمها استيفاء هذه المقاومات إذا لما نيجي نفرق يا جماعة ما بين كلمة نظام وطريقة نجد الآتي النظام مقوماته ووسائل اي اسس علميه، اما الطريقه فهي دقائق التنفيذ لهذه الاسس. ازاي نعملها؟ ازاي ننفذ بالتفصيل؟ تبقى دي, دي الطريقه. وبالتالي بنفرق لازم يا جماعه ما بين الحاجتين دول، ايه هو النظام وايه هي الطرق. ننتقل بعد كده الى هل تتعدد طرق حساب التكلفه وما هي اسباب الاختلاف بتاعتها؟ نجد الاتي تختلف طرق التكلفه المتبعه باختلاف طريقه التعاقد بمعنى اذا كانت المنشاه تتعاقد على منتج محدد اذن في الحاله دي طالما هو منتج معروف وهي بتنتجه المنشاه دي يبقى احنا بنتبع اسلوب معين واساس معين عند حساب التكلفه. اما اذا كانت هي طلبيه خاصه يعني منتج له مواصفات مختلفه عن طبيعه المنتجات اللي احنا بننتجها في المنشاه بتاعتنا يبقى طريقه حساب التكلفه ايضا ستختلف. وبالتالي ما هي الاسباب التي تؤدي الى الاختلاف وتعدد طرق الحساب اول سبب طريقة التعاقد مع العميل. هل هو طالب طلبية خاصة بمواصفات معينة أم بيطلب المنتج اللي أنا بشتغل عليه بصورة طبيعية؟ من هنا تنشأ اختلاف ما بين الطرق. إذا كان بيطلب طلبية ذات خاصة بمواصفات خاصة هنلاقي نفسنا إن إحنا بنشتغل بأسلوب معين مختلف عن الأسلوب الطبيعي ألا وهو حساب التكلفة باستخدام الاوامر الانتاجيه لان يعني ده يعتبر في الحاله دي امر انتاجي اما لو كان بيشتغل على المنتج بتاع الطبيعي اللي انا بشتغل عليه فممكن اكون بشتغل على نظام المراحل وده السبب رقم اتنين اللي بنتكلم فيه اللي هو ايه تختلف طرق التكلفة المتبعة باختلاف طريقة التشغيل في الصناعة هل يا ترى هي طريقة مراحل انتاجية ولا اوامر انتاجية وما الفرق بينهما في المراحل الانتاجيه المنتج بتاعك بيمر في مراحل متعاقبه حتى يصل الى شكله النهائي والذي يسلم الى المستهلك او العميل زي انتاج السياره بي بيتطلب ان هو يشتغل في مجموعه مراحل معينه المرحله الاولى المرحله الثانيه المرحله الثالثه وهكذا حتى يختخرج السياره في شكلها النهائي الغزل والنسيج بتمر في مراحل إنتاجية المرحلة الأولى كذا الثانية كذا الثالثة كذا وهكذا حتى ينتهي المنتج في النهاية ويخرج في شكله النهائي أما إذا إنتقلنا إلى نظام الأوامر الإنتاجية نجد أن الأمر يختلف بمعنى أن هناك أمر إنتاجي ما يعني طلبية خاصة على سبيل المثال أو أمر إنتاجي كما هو المتبع في نشاط المأولات مثلا اذا بيشتغلوا بنظام الاوامر ونلاحظ حاجه مهمه ان طريقه حساب المراحل والتكلفه فيها تختلف عن طريق حساب الاوامر في طريقه المراحل احنا بنحسب تكلفه كل مرحله بذاتها وترحل التكلفه من المرحله الاولى الى المرحله الثانيه عشان نصل الى اجمالي تكلفه المرحله الثانيه والمرحلة التانية تتنقل بالكامل للتالتة عشان نوصل للمرحلة الثالثة وإجمالي تكلفتها. أما في نظام الأوامر لا الموضوع بيختلف. أنت بتضطر تحسب التكلفة هنا لكل أمر لوحده بصورة مستقلة عن الأمر الآخر. ومن هنا تنشأ أسباب اختلاف وتعدد طرق حساب التكلفة. نيجي لسبب كمان آخر ألا وهو اختلاف طرق التكلفة حسب ما إذا كان المنتج نمطيا أو متنوعا. المنتج النمطي ده اللي هو بينطبق عليه نظام المراحل زي المنتج بتاع السيارة ده منتج نمطي. شركة سيارة معينة تويوتا مثلا على سبيل المثال أو مازدا أو أي نوع من أنواع السيارات المنتج بتاعها منتج نمطي. بمعنى انه بيمر في مراحل انتاجيه فبتخرج السياره الف زي السياره ب زي السياره ج كل السيارات شبه بعضها. وبالتالي يطلق على هذا منتج نمطيا. اما اذا كان المنتج متنوعا كشركه مقاولات على سبيل المثال بترصف طريق معين، بتركب خط غاز في منطقه ما، بتعمل قريه سياحيه على الساحل الشمالي وهكذا. يبقى هنا بتعمل كوبري في المنطقه الفلانيه، بتعمل مستشفى، اذا هنا المنتج هنا متنوع وبالتالي تختلف طريقه حساب التكلفه ما بين اذا كان منتجا نمطيا يطبق عليه نظام المراحل او اذا كان منتجا متنوعا فيطبق عليه نظام الاوامر ومن هنا نجد ان هناك اسباب تؤدي الى اختلاف وتعدد طرق حساب التكلفه. أما السبب الرابع بيبقى على حسب اختلاف طبيعة النشاط كما ذكرنا من قبل. هل هو النشاط نشاط صناعي ولا نشاط أولاد زي ما ذكرت لحضراتكم من شوية. إذا كان نشاط صناعي هنلاقي نفسنا بنطبق المراحل، أما إذا كان نشاط أولاد فنلاقي نفسنا إن إحنا بنطبق نشاط الإيه؟ الأوامر الإنتاجية. إذا هناك أسباب تؤدي إلى اختلاف وتعدد طرق حساب التكلفة. من منشأة إلى أخرى. هننتقل تاني إلى مصمم نظام التكاليف. مصمم نظام التكاليف عليه أن يقوم بدراسة التنظيم الإداري للمنشأة المزمع إعداد وتصميم نظام تكاليف لها. بمعنى أول حاجة يعملها مصمم نظام التكاليف إنه يطلع على التنظيم الإداري لهذه المنشأة. طب إيه الأهداف التي يبغي أن يصل إليها مصمم نظام التكاليف من هذه الدراسة؟ عايز يوصل لإيه يعني؟ هنبص نلاقي الهدف بتاعه نمرة واحد: أن يصل إلى هيكل تنظيمي مفصل للمنشأة. الهيكل التنظيمي ده بيبقى موجود فين بيبقى موجود على الخريطه التنظيميه للشركه ايه الهدف منها انه عايز يعرف الموقع الاساسي لاداره التكاليف في هذا الهيكل هل يا ترى هي تابعه لاني اداره ولا ليها اداره مستقله يبقى بيفرق معاه عند عمليه التصميم معرفته بالهيكل التنظيمي التفصيلي لهذه المنشاه. دي نمره واحد. نمره اتنين لازم يعرف حاجه مهمه جدا هي السلطه والمسؤوليه الاداريه لكل مستوى اداري. وهناك فارق ما بين السلطه والمسؤوليه. لازم نعرف حدود سلطات الاداره دي ايه؟ وما هي مسؤولياتها الاداريه؟ ولازم نعرفها لكل مستوى اداري، والمستويات الاداريه كما تعلموا زي ما درستوها في علم الاداره تقريبا بنقسمها الى ثلاث مستويات، مستوى الاداره العليا، مستوى الاداره الوسطى، مستوى الاداره الدنيا او الاداره التنفيذيه، وبالتالي على مصمم نظام التكاليف او القائم على اعداد النظام بتاع التكاليف في المنشأة دراسته لحدود السلطة والمسؤولية الادارية لكل مستوى اداري طب كل مستوى اداري هنبص نلاقي في كل مستوى في وظائف ادارية مختلفة طيب كمان الحاجة التانية اللي لازم نعرفها ما هي حدود السلطة والمسؤولية لكل وظيفة في ذات المستوى، يعني مدير الانتاج على نفس المستوى بتاع مدير التمويل على نفس المستوى بتاع مدير المشتريات، ما هي حدود السلطه والمسؤوليه لكل وظيفه من هذه الوظائف التي هي على ذات المستوى الاداري؟ على ذات نفس المستوى الاداري، يبقى احنا واحنا بندرس التصميم التنظيم الاداري بتاعنا يبقى في اهداف يجب ان نحققها من هذا من هذه الدراسه. الهدف الرابع تلاقي نفس حضرتك محتاج تعرف ما هي وسائل الاتصال بين المستويات الراسيه والمستويات الافقيه في الهيكل التنظيمي. وقلنا قبل كده في اللقاءات السابقه ان هناك فارق بين المستوى الراسي والمستوى الافقي في الهيكل التنظيمي المستوى الافقي يعني نفس الادارات على ذات المستوى من الناحيه الافقيه مدير الانتاج على نفس المستوى الاداري بتاع مدير التسويق بتاع مدير المشتريات بتاع مدير الشؤون الافراد كل دول على ليفل واحد على مستوى واحد يبقى ده المستوى الافقي اما المستوى الراسي فهو الذي ياتي من اعلى الى اسفل يعني من الاداره العليا الى الادارات الدنيا، ما هي وسائل الاتصالات بينهما؟ كيف تتم؟ يعني رئيس مجلس الاداره لما بيحب يوصل تعليمات معينه للاداره الدنيا بيوصلها ازاي؟ ما هي وسيله الاتصال بينهم؟ يبقى دي كمان لازم تعرفها كايه؟ كاساس من اسس التنظيم الاداري ودراستك لي كمصمم نظام تكاليف النقطة الأخيرة اللي أنت بتهدف إلى الوصول إليها يا مصمم نظام التكاليف أساس تقسيم أو تجميع أوجه نشاط المنشأة. هم جمعوا أوجه النشاط دي في المستوى ده ليه؟ إيه هو الأساس اللي جمعوا بيه أو قسموا بيه المستويات الإدارية أو أوجه النشاط بتاعتنا؟ يبقى دي كمان حاجة لازم مهمة جدا إن احنا نعرفها وجوهرية في هذا المجال. نيجي للنقطة اللي بعديها احنا درسنا التنظيم الإيه؟ الاداري. طيب النقطة الثانية الجوهرية ان احنا كمان لازم ندرس ما يسمى بالتنظيم الفني. يبقى انت كراجل رايح تصمم نظام تكاليف معين في احدى المنشآت لا تتوقف فقط عند دراستك للتصميم الاداري لهذه الشركة، بل يجب ان يتطرق الامر ايضا الى ما يسمى بدراسه التنظيم الفني لهذه المنشاه لان بدون التنظيم الفني ودراستك لي كمصمم نظام تكاليف لن تستطيع ان تضع النظام الملائم لهذه الشركه يبقى الدراسه الاداريه فقط لا تغني عن الدراسه الفنيه ايضا طب احنا في التنظيم الفني او الدراسه الفنيه هندرس ايه بالظبط؟ انا كراجل مصمم نظام تكاليف ايه الحاجه اللي, اللي انا هدرسها؟ الاقي اول حاجه لازم ادرس خطوط سير العمليات الصناعيه وخاصه في الشركات اللي بتشتغل على نظام المراحل لازم ابقى عارف طبيعه العمليه الصناعيه ماشيه ازاي وخط سيرها فين المرحلة الأولى بتنتهي عند إيه والتانية فين والتالتة فين وهكذا لو أنا شغال بنظام أوامر أبقى عارف العم... المراحل الأوامر الإنتاجية اللي بنتكلم عليها دي هتتم إزاي ودي حتة تانية مهمة يبقى أنت كراني كمصمم لنظام تكاليف إذا لم تقم بدراسة خط سير العملية الصناعية وتعرف كويس انت شغال مراحل ولا اوامر هتحط النظام ازاي هتبقى العمليه فيها ازمه بالنسبه لك دي اول حاجه في التنظيم الفني النقطه الثانية الجوهريه في التنظيم الفني علينا ان ندرس ترتيب الالات وانواعها الالات مترتبه ازاي في العنابر الانتاجيه وما هي انواع هذه الالات واحد يقولي طب وانت عايز تعرف انواعها ليه ونظامها ايه هو الالات دي؟ اقول له عايزين نعرف مواعيد الصيانه بتاعتها. عايزين نشوف طرق حساب الاهلاك بتاعها. الله لان كل ده هيدخل في نظام التكاليف بتاعك. وبالتالي اذا لم تدرس ترتيب الالات وانواع هذه الالات من اجل وضع برامج الصيانه لها او وضعت اسس لحساب الاهلاك انت كده اهملت جانب جوهري اساسي في التنظيم الفني لعمليات المنشاه. النقطة الثالثة والتي تحتاج من مصمم نظام التكاليف إلى دراسة مستفيضة هي دراسة طرق مناولة المواد. المواد بيتم تناولها ازاي؟ وتداولها من عنبر إلى آخر، من المخزن للعنابر الإنتاجية، من المخزن إلى مواقع الإنتاج. كل ده بيتم ازاي؟ ده محتاج دراسة. علشان اصمم النظام المناسب للمخازن على سبيل المثال ننتقل الى نقطه جوهريه اخرى وهي عليك ايضا كمصمم لنظام التكاليف ان تحصر انواع المواد الخام المستخدمه ليه علشان اشوف المواد الخام دي ابقى عارف انواعها ايه وبتستهلك ازاي وايه المخزون اللي موجود عندي منها؟ وبتستخدم بنسب معياريه ازاي في العمليه الانتاجيه؟ يبقى انا لازم احدد واعرف انواع المواد الخام علشان نقدر نصمم نظام التكاليف بصوره جيده. هذا بالاضافه عشان نقدر نحدد ما هي الخامات التي تحمل مباشره على المنتجات كتكلفه مباشره ونعرف الخامات التي توزع وتقسم على المراكز الانتاجيه كتكلفه غير مباشره يبقى ده الدراسه دي جوهريه جدا في هذا المجال. الدراسه رقم خمسه من ضمن دراسه التنظيم الفني لعمليات المنشاه تتطلب من حضرتك دراسه لتوزيع العماله على العمليات الصناعيه. طب يجي سؤال في الذهن كده الله اشمعنا العماله كمان انت عايز تعرفها اقول لك انت عايز تعرف توزيعاتها علشان هناك عماله الاجور بتاعتها اجور مباشره تحمل على الاوامر الانتاجيه وفي عماله اجورها غير مباشره تتحمل على المراكز بتاعه الانتاج يبقى انا وانا بعمل النظام بتاعي ابقى عارف الاجور بتاعه العماله دي, دي اجور مباشره ولا اجور غير مباشره عشان كل واحدة ليها طريقة معينة في التوزيع والتحميل على المنتجات بتاعتي او المراكز الانتاجية يبقى انا في الحالة دي ان ما درستش توزيعات العمالة بصورة جيدة هنلاقي نظام التكاليف بتاعي في مشكلة مش هعرف اصممه بالصورة الملائمة وبالتالي تبقى العملية فيها ازمة بالنسبة لنا وانتو ك... 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 كمصممين للنظم او انت عايز تصمم نظام تكاليف عشان لازم تعرف الخامات والعمالة ده جزء اساسي من العملية الفنية كمان عشان هتلاقي نفس حضرتك انت درست الكلام ده في التكاليف قبل كده عندك تكلفة مباشرة وغير مباشرة في الاجور والخامات يبقى انت لازم توزع بهذا الاسلوب عشان تقدر تصمم النظام اللي تقدر تطلع منه الاهداف اللي انت عايزها. النقطه اللي بعد كده انك لازم تدرس المخازن وطرق التخزين. تشوف المخازن بتخزن ازاي للخامات او للمنتجات تامة الصانع او المواد نصف او الخم... المنتجات نصف المصنعه وطرق التخزين بتاعتها. لان انت لما بتدرس المخازن وانت بتصمم نظام تكاليف عليك دراسة الاتي ازاي المخازن بتتلقى الخامات وتستقبلها عندها وما هي طرق الصرف من الناحية المالية او الناحية المحاسبية هل يا ترى بنصرف بأني اسلوب من اساليب الصرف حسب الـ الطرق المختلفة الوارد أولا الوارد أخيرا متوسط التكلفة يبقى لازم ندرس المخازن بصورة مستفيضة وكذلك حساب طرق التخزين ونعرف عملية التخزين بتتم ازاي النقطة الأخيرة في دراسة التنظيم الفني أيضا هي دراسة الخدمات الفنية للإنتاج الخدمات الفنية دي للإنتاج زي مين زي خدمات الصيانة زي خدمات شؤون الأفراد زي خدمات البوفيه كل دي خدمات معينه مطلوبه ولازم نعرف ونحدد مراكز الخدمات الفنيه المتعلقه بالانتاج بصوره جيده لان انت بتيجي في النهايه بتيجي تعمل توزيع لتكاليف مراكز الخدمات على مراكز الانتاج بالطرق اللي درستوها في الماده اساسيات محاسبه التكاليف 231 كنت بتوزع بالتوزيع الاجمالي ولا التوزيع الانفرادي او التوزيع التبادلي او التوزيع التنازلي فانت لازم تدرس الخدمات الفنيه وتعرف طبيعتها علشان تقدر تشوف ما هي مراكز الخدمات التي تقوم بخدمه مراكز الانتاج ده مهم جدا بالنسبه لنا واساسي وجوهري. اذا لو تطرقنا مره اخرى الى دراسه التنظيم الفني لعمليات المنشاه نجد ان احنا عندنا مجموعه من الدراسات المتعدده المختلفه كخط خط العمليه، ترتيب الالات، المناولة، انواع الخامات المستخدمة، توسيع العمالة على العمليات الصناعية، دراسه المخازن وطرق التخزين، واخيرا الخدمات الفنية للانتاج. كل دوت علشان يغطي الناحيه الفنيه لعمليات المنشاه قبل كده في الخطوه اللي قبلها كنا عملنا ايه لو نفتكر دراسه التنظيم الاداري للمنشاه يبقى انت ما عليك كمصمم لنظام التكاليف الاتي تقوم بعمليتين دراسيتين الاولى للتنظيم الاداري والثانيه للتنظيم الفني اما وقد انتهينا من هاتين الدراستين علينا الان ما يلي ايه بقى المطلوب بعد ما عملت الفني والاداري تحط الدراستين كده قدامك وتدور وتشوف هل يا ترى الدراسه الفنيه تطابقت مع الدراسه الاداريه ولا يوجد اوجه للخلاف بينهما ام ان هناك مناطق تداخل يجب ان نفض الاشتباك بينهما وده النقطه اللي بنتكلم فيها بعد كده يبقى بالتالي احنا عايزين نعمل مطابقه التنظيم الفني مع التنظيم الاداري عشان نصل الى حاجه من ثلاثه ما هي مناطق التداخل وعدم الوضوح في السلطات الإدارية وعلاقتها بالناحيه الفنيه. دي نمره واحد، هل هناك في مناطق تداخل ما بين التنظيم الاداري والتنظيم الفني تؤثر على تسلسل وسهوله العمليه الاداريه والفنيه بصفه عامه؟ طب واذا كان هناك تداخل وعدم وضوح انت كمصمم نظام تكاليف عليك تعمل ايه؟ عليك الاتي انك تفك هذه المشاكل وتفك الاشتباك بينهم. ولا نحدد ونحدد كمان ايه؟ مدى التناسق والكفايه في تحديد المسؤوليه الاداريه بالنسبه للمسؤوليه الفنيه عن العمليه الصناعيه، يعني مدير الانتاج ده مسؤوليته مسؤوليه فنيه. ماشي، طب ما هي مسؤولياته الاداريه ايضا؟ وهل هناك تضارب بين المسؤوليات والسلطات المخوله ليه في الناحيتين؟ انا عاملها في ال... كانت موجوده في 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 التنظيم الاداري بطريقه مختلفه عن اللي موجوده في التنظيم الفني ولا في تناسق و و وتناغم بينهما هيبان بقى يبقى احنا بنعمل التنظيم الفني والتنظيم الاداري ون ون ونحطهم قصاد بعض علشان نقدر نحدد التداخل والتناسق واخيرا بنحدد مسؤوليه كل مستوى اداري عن التكاليف بصفه عامه كل مستوى اداري لازم نحدد له ايه؟ ايه مسؤوليته عن التكاليف؟ علشان نشوف مسؤوليه كل مستوى عن التكاليف الخاضعه للرقابه وغير الخاضعه للرقابه في المجال بتاعه. عشان لما نحب نطبق محاسبه المسؤوليه يبقى احنا عندنا محددين كل مستوى عنده ايه؟ ايه هي مسؤولياته الخاصه؟ وبالتالي انت كمان لما درست التنظيم الفني لعمليات المنشاه كان في هدف عايزين نوصله في هذا المجال ايه هو ان انت تعرف الاتي ما هي طبيعه العمليه الصناعيه والناحيه الفنيه للانتاج دي نمره واحد نمره اتنين نفرق ما بين المراكز الفنيه ومراكز الانتاج لان المراكز الفنيه مراكز خدمات يعني اخر الفتره بنحمل تكلفتها على مراكز الانتاج ودي حته جوهريه واساسيه لان كل التكلفه في الاخر بتصب فين في مراكز الانتاج زي ما درسته زمان في الماده 231 النقطه الثالثه اللي انت كمان عايز توصلها كمصمم لنظام التكاليف من دراستك للنظام الفني ما هي انواع المنتجات المختلفه اللي المنشاه بتقوم بانتاجها وهل هناك اختلاف بين هذه المنتجات ولا مفيش منتجات نمطيه ولا غير نمطيه دي مهمه جدا بالنسبه لك النقطه الاخيره اللي كنت عايز توصل لها ايضا عناصر التكاليف المختلفه اللي بتنفقها المنشاه في سبيل اداء عملياتها واوجه النشاط المختلف انا عندي عناصر تكاليف شكلها ايه عندي خامات عندي اجور عندي نفقات اخرى غير مباشره العناصر دي متقسمه ازاي وشكلها ايه يبقى لازم يكون عندي خلفيه بهذا المجال علشان اعمل ايه عشان اقدر اصمم النظام بصورة جيدة يبقى انت كراجل بتصمم نظام التكاليف بتاعك يبقى انت اتفقنا في البداية ان انت عندك حاجة مهمة انك لازم تبقى عارف الاساس العلمي للنظام اتنين لازم تبقى متأكد كويس انت ماشي نظام اوامر ولا نظام مراحل ولا خليط بينهما انت ماشي ازاي بالظبط علشان تقدر تصمم النظام كل ده واحنا ما صممناش النظام لسه احنا لسه في المراحل التمهيديه لتصميم نظام التكاليف ده بنمهد لسه وبناء على التمهيد ايضا ولقينا نفسنا مضطرين ان احنا ندرس حاجتين مهمين جدا بالنسبه لنا واحده يقولوا عليها التنظيم الاداري علشان نصل الى هيكل تنظيمي وسلطات ومسؤوليات لكل مستوى اداري وكمان حاجة مهمة كمان لازم ندرس فني يبقى أنا لازم أدرس إداري وأدرس فني. الفني بتدرس فيه نقاط متعددة زي خطوط السير وترتيب الآلات والمناولة وأموا... وأنواع الخامات وتوزيع العمال والمخازن والخدمات الفنية علشان تعرف تحدد العملية الصناعية بتاعتك إيه والمنتج بتاعك شكله إيه. وتحدد كمان ما هي المراكز الفنية وما هي المراكز الإنتاجية. وعشان تصل الى المنتج بتاعك هو شكله ايه في النهاية طب يا عم طب بعد ما عملنا الكلام ده كله الاداري والفني هل في داعي ان احنا نحط الاتنين قصاد بعض اقول لك اه لازم تعمل مطابقة بينهما بين التنظيم الفني والتنظيم الاداري لان انت في التنظيم الفني والتنظيم الاداري قد توجد مناطق للتداخل وعدم الوضوح في السلطة بتاعتنا يبقى محتاج اننا فك الموقف ده وأشوف الكلام عند الإداري هو اللي كان سليم ولا اللي كان عند الفني أو لو في تداخل وعدم وضوح نوضح. إتنين نحدد التناسق والكفاءة في تحديد المسؤوليات سواء بالنسبة للمسؤولية الفنية عن العملية الصناعية وأخيرا تحدد مسؤولية كل مستوى إداري عن التكلفة. لو دخلنا بعد كده في الوحدة اللي بعدها الوحدة رقم خمسة سنجد أننا أمام موضوع آخر، ألا وهو مقومات نظام معلومات التكاليف. احنا اتكلمنا من شويه واحنا بنتكلم في الوحدة السابقة الوحدة الرابعة، إن احنا واحنا بنحط أساس علمي لازم يكون عندنا دليل لوحدات التكلفة. دخلنا في الوحدة الخامسة، أول حاجة بيقول لك عليها عشان يبقى عندك نظام تكاليف لازم يكون في دليل لوحدات الانتاج او التكلفة اتنين تحديد فترة التكاليف يعني المدة الزمنية اللي هنتحاسب عليها شهر شهرين ست شهور سنة نحدد ثلاثة لازم نحدد نظم التكاليف واخيرا نعمل اعداد للمجموعة الدفترية بتاعتنا تعالوا يا جماعة نتناول هذه النقاط بالتفصيل دليل وحدات الانتاج او التكلفه بدايه لازم نعرف ما هي وحده الانتاج وحده الانتاج عباره عن وحده التعبير عن الانتاج وتوصيفه وقياسه بالنسبه لمركز التكلفه او للمرحله الانتاجيه او للوحده الاقتصاديه وهذا التعبير بالحجم او الوزن او الطول او العدد في حاله التجانس المطلق في مواصفات الوحدات المنتجه. بمعنى لو انا بقيس بالحجم يبقى بقى بقول مثلا طن الحديد. الوزن او بالحجم بالحجم بالوزن بطن الحديد بالحجم الصندوق بالطول بطول المتر في القماش بالعدد لما اجي اتكلم في العدد يعني اتكلم على عشرين حباية دواء في الشريط أو عشرة بالعدد بس لازم يكون في تجانس مطلق يعني اتفاق في مواصفات الوحدة المنتجة يعني أنا بقيس القماش التوب يعني بقيسه بالطول بالمتر في الحديد بقيسه بالوزن في الأسمنت بقيسه بالطن في الحجم مثلا على سبيل المثال يبقى بتقيس بالعلبة وهكذا في العدد كام حبايه دواء في الشريط بتاع الدواء يبقى انت كده لازم تحدد اولا وحده المنتج بتاعتك شكلها ايه قبل ما تصمم اي نظام تكاليف ما هي الوحده لازم اعبر عنها واوصفها واقيسها واعرفها هي شكلها ايه عشان اقدر اقيس بعد كده لان انت لما تيجي تقيس بعد كده انت بتقيس على وحده الانتاج المتر متكلف كام؟ شريط الدواء متكلف كام؟ الطن أو الكيلو متكلف كام؟ عشان أبقى عارف وعشان نحط دليل لوحدات التكلفة عليك اتباع الخطوات التالية ده أنت مين اللي هيتبع ده المصمم بتاع النظام مصمم النظام التكاليف عشان يشتغل صح لازم أول حاجة يعمل حصر للمنتجات النهائيه سواء كانت سلعه او خدمه التي تقوم الوحده الاقتصاديه بانتاجها او تأديتها واللي بتعبر عن الهدف الرئيسي للوحده. يبقى وحده اقتصاديه بتنتج سيارات يبقى ايه هو هدفها؟ انتاج السياره. يبقى انا لازم احصر المنتجات النهائيه بتاعتي موديلات مختلفه اشوفهم قد ايه بقى واعرفهم. اثنين أقسم المنتجات النهائية إلى مجموعات. لو أنا بشتغل في أو عندي مصنع بينتج لمبات كهربائية. هتبص تلاقي اللمبات دي محتاج إن حضرتك تقسمها لمجموعات. هتلاقي اللمبات متعددة بقى. شوف زي إيه لمبات نايلون فلوروسنت يعني. ما منها القصير ومنها الطويل في منها ال 120 سم و60 سم وفي منها المدور على شكل دايره طب ولو دخلت في اللمبات العاديه هتلاقي منها البلحه وهتلاقي منها اللمبات المسمار واللمبات الالاووز الله يبقى انا لازم اجمع كل مجموعه منتجات متشابهه مع بعضها اللمبات الموفره هتبص تلاقي منها الستين 60 وات وال 100 وخمسين وال ده من الناحيه الصناعيه يعني وبالتالي يبقى المنتجات بتاعتك بعد ما تعمل لها حصر في البدايه في الخطوه الاولى الخطوه الثانيه لازم تقسمها في مجموعات المتشابه مع بعضه ونعمل له مجموعات عشان نقدر نقسم المجموعات صح ما بين كل مجموعه والثانيه لانك لو الدنيا اتلخبطت معاك أنت الدنيا حت مش هتعرف تحسب أنت بتحسب إيه بالظبط. وعشان تعمل الكلام ده لازم تعمل دليل حسابات تحصر فيه جميع بنود التكاليف وتبوبها في مجموعات حسب النوع ونعمل لها ترميز. الترميز قد يكون بأرقام أو حروف. وعشان تعمل دليل حسابات عليك مراعاة ما يلي. واحد حصر وتبويب عناصر وبنود التكاليف بحيث تعطي اكبر قدر من المعلومات دون الحاجة الى اجراء تحليلات اضافية يعني ايه يعني انت لازم تبوب عناصر التكاليف بتاعتك بحيث ان انت تجيبها الى أه؟ تفاصيل التفاصيل اتنين يجب ان تعكس اسماء الحسابات المستخدمة بقدر الامكان الغرض منها فضلا عن طبيعة الانفاق نفسه ثلاثة يجب ان يتضمن الدليل الحسابات المتعلقة بتكاليف الانتاج وتكاليف التسويق والادارة والتمويل على اعتبار انها تعكس للادارة مدى الكفاءة في اداء الوظائف الرئيسية بالوحدة الاقتصادية يبقى انت بتعمل الدليل وانت بتعمل الدليل لازم تراعي مثل هذه النقاط الثلاث واحد اتنين تلاته اللي كلمنا عليهم طب سؤال تاني انت بتعمل حصر ليها واسماء الحسابات دي تغطي كل تفاصيلك والدليل لازم يشمل تكاليف الانتاج وتكاليف التسويق والتكاليف الاداريه والتكاليف التمويليه ما يسيبش حاجه عشان تغطي كل الامور دي الله وهي الحكايه دي كلها انا بعملها ليه؟ عشان لازم يكون عندي حاجه مهمه جدا لازم اكون متعرف عليها الا وهي مركز التكلفه. انت عايز تقسم مراكز بقى. طب مركز التكلفه معناه ايه؟ هو عباره عن دائره اداء نشاط معين متجانس او خدمات من نوع معين متجانسه. يعني بالنسبه لصناعه السيارات على سبيل المثال مركز التكلفه مركز التكلفه هنقول مركز التكلفه الخاص بالدهان البويه اللي بتترش على السياره في الاخر ده مركز دائره اداء نشاط متجانس او خدمه من نوع معين ما بيشتغلش غير في الدهان اللي بيركب الماتور يبقى بدا نحطه في مركز تكلفة لتركيب المطور وهكذا يحتوي مركز التكلفه على مجموعه من عوامل انتاج متماثله هنلاقي مركز التكلفه ده كمان المعدات والآلات اللي موجوده فيه شبه بعضها او متماثله او متجانسه ايضا. طب مركز التكلفه ده بيطلع ايه في النهايه؟ بيطلع منتج متميز او خدمه متميزه قابله للقياس، بيطلع حاجه واحده عشان اعرف اقيسها في الاخر. ويتعين ان تكون مراكز التكلفه ممثله لوحده مسؤوليه تبعا للتنظيم الاداري، الحته اللي كنا بنتكلم عليها من شويه في الوحده اللي فاتت ان انت كنت بتتكلم انك لازم تدرس التنظيم الاداري بتاعك ليه؟ علشان يبقى مركز التكلفه اللي انت بتحدده ده يبقى متوائم ومتناغم ومتغ... مع التنظيم الاداري بتاعك وبالتالي لما تيجي تقسم أو تطبق نظم التكاليف بتاعتك تقسم المنشأة بتاعتك إلى مجموعة مراكز بحيث يمثل كل مركز نشاط متميز عن غيره اللي بيعمل الغزل غير اللي بيعمل النسيج غير اللي بيعمل الصباغة غير اللي بيعمل أي حاجة من من نشاط الغزل مثلا على سبيل المثال اللي في في صناعه الادويه، اللي بيركب الماده الفعاله، غير اللي بيعمل التحاليل، غير اللي بيجمع بي 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 الشريط الدواء، غير اللي بيغلفه في العلبه الكرتون، الله ده ما كل ده حاجه 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 يعني، كل حاجه ليها حاجه. وبالتالي يبقى انت لازم تقسم طريقه المنشاه بتاعتك الى مجموعه مراكز، المراكز دي بيطلق عليها مركز تكلفه. ولازم تكون متحدده على اساس اللي احنا شايفينه ده، اللي قدام حضراتكم ان هو دايره اداء نشاط متجانس او خدمات فنيه معينه لازم تكون متجانسه. لو جيت بصيت على النظام المحاسبي بتاعنا وحدد مراكز التكاليف بتاعتك بناء على ايه؟ راح مقسمها عندك اربع حاجات. النظام المحاسبي جه ازاي؟ قال لك انا عندي مجموعه من مراكز الانتاج. طيب مراكز الانتاج دي زي ايه؟ زي ما قلنا الصباغه والغزل والنسيج في النشاط ده تعال نشاط الغزل على سبيل المثال اتنين مراكز الخدمات الانتاجيه مراكز الخدمات الانتاجيه دي المراكز اللي بتساعد مين مراكز الانتاج زي مين زي الصيانه زي مركز المباني لو انت هتعمله كده زي شؤون الافراد الله ما كل دي مراكز خدمه بتخدم مين بتخدم الانتاج لقينا كمان ان النظام المحاسبي بتاعنا راح جاي مقسم المراكز كمان إلى مراكز خدمات تسويقية خد... مراكز بيعية يعني معارض البيع بص كده على أي أي مصنع بيشتغل بينتج تلفزيونات فيديوهات تبص تلاقيه بيعمل إيه؟ عنده مراكز إنتاج وعنده مراكز خدمات وعنده معارض تسويق او معارض بيع الله معارض البيع دي لازم يبقى يتعمل لها مراكز ايضا يطلق عليها مراكز الخدمات التسويقيه اللي هي مراكز البيعيه. واخيرا يتكلم بقى على مراكز الخدمات الاداريه والتمويليه. يبقى مراكز الخدمات الاداريه دي كمان هي والتمويليه نوع من انواع المراكز التكلفه. وبناء على كده لو بصيتوا على الاربع انواع من المراكز دول سواء انتاج او خدمات انتاج او خدمات تسويق أو خدمات إدارية نجد إن بينطبق على أي واحدة فيهم التعريف بتاع مركز التكلفة. مراكز الإنتاج مثلا على سبيل المثال غزل أو نسيج أو صباغة. هتلاقي ينطبق عليه إنه مركز تكلفة إن هو دايرة أداء نشاط متجانس. بيؤدي خدمة من نوع معين وهذه الخدمة خدمة متجانسة. وبيحتوي على مجموعة عوامل إنتاج متماثلة وبينتج منتج متميز قابل قابل للقياس الله معنى كده بقى أن التعريف اللي قدام حضراتكم ده هو اللي احنا بينطبق على أي نوع من أنواع المراكز الأربعة اللي اتكلمنا عليهم اللي حددهم لي مين اللي حددهم لي النظام المحاسبي الموحد بتاعنا النقطة التانية في هذا المجال انك بتحدد فترة التكاليف بتاعتك دي نقطة أساسية وجوهرية فترة التكاليف يعني ايه يعني أنت هتتحاسب تكاليفيا عن فترة طولها كم يوم كم شهر كم أسبوع ولا سنة يبقي فترة التكاليف هي الفترة الزمنية التي اتخذ اساسا لتجميع وحصر عناصر التكاليف. طب ليه؟ لاعداد حسابات وقوائم تكاليف ونتائج اعمال بصوره دوريه. قد تكون بقى الفتره دي شهر ربع سنه سنه وقد ترتبط الفتره بدور بطول دوره الانتاج لتفادي المشكلات المتعلقه بتقييم الانتاج غير التام. يعني انت شغال في موقع من المواقع والموقع ده هياخد له سنتين الله يبقى او سنه ونص يبقى انا ممكن اتغاضى عن موضوع السنه واطول الفتره لغايه ما دوره الانتاج تنتهي. عشان اتفادى مشكله تقييم الانتاج اللي ما تمش اللي ما خلصش. طول فتره التكاليف دائما على احتياج الاداره الى بيانات تحليليه تساعدها في الرقابه واتخاذ القرار. مين اللي بيحدد الفتره بقى؟ الاداره تقول والله انا عايز كل شهر تجيبوا لي تقرير او بيان تحليلي او بيان رقابي عشان انا باخد قرارات معينه كمان قد تختلف فتره التكاليف من صناعه الى اخرى حسب طبيعه العمليه الانتاجيه بها وبالتالي يبقى الفتره التكاليفيه اللي بنتكلم عليها دي بتتحدد بفتره زمنيه وقد ترتبط بطول دوره الانتاج أو يتوقف طولها على احتياج الإدارة للبيانات. ودي النقطة التانية اللي كانت مهمة في هذا المجال. النقطة التالتة بقى إنك بتحدد نظام التكاليف اللي أنت بتتبعه. هل يا ترى أنت شغال بنظام الأوامر الإنتاجية ولا هتشتغل بنظام المراحل الإنتاجية؟ تختلف القصة بقى زي ما اتفقنا من شوية. ليه؟ لأن النظام الأوامر الإنتاجية يتم اتباع الأوامر في الوحدات التي لا يتم الإنتاج فيها على مراحل متسلسلة ومتعاقبة حيث تؤدي كل منها عملا معينا في تشكيل المنتج حتى يخرج في شكله التام الله يعني في الأوامر الإنتاجية إيه اللي بيحصل انت بتعمل امر انتاج زي ما قلت لحضراتكم دلوقتي انت بتكشف طريق ده بيختلف تماما عن بناء قريه سياحيه الله طب ما ده امر وده امر يبقى هنا ما بيشتغلش على مراحل متعاقبه كل امر بيتحسب لوحده اما انتاج السياره او انتاج الغزل والنسيج فتلاقيه انما يشتغل ازاي بقى ها يشتغل على مراحل المرحله الاولى المرحله الثانيه المرحله الثالثه وإنما يتطلب كل أمر إنتاجي أو تشغيلي عملاً مستقلاً قائماً بذاته تتم بمقتضى سلعة أو خدمة بالكمية والمواصفات المطلوبة وذلك كما في نشاط المقاولات ومراكز خدمة السيارات. يبقى بيشتغل هنا مرأ أوامر إنتاجية. نشاط المقاولات بيشتغل أوامر لأن كل كل جزئية في المقاولة أو في نشاط المقاولات بيختلف. زي اي شركه من شركات المقاولات المختلفه بتقول بتركب خط غاز خط بترول الله بتكشف طريق بتعمل كوبري الله ما كل دي مختلفه عن بعضها هنا المنتج غير نمطي وبالتالي بتشتغل بنظام المراحل الايه الانتاجيه اما في نظام المراحل بقى فيتبع في الوحدات الاقتصاديه التي يتم الانتاج فيها على مراحل متسلسله ومتتابعه على ان يمر الانتاج بها جميعا حتى يخرج من المرحلة الأخيرة في شكله التام المعد للبيع كما في صناعة الأسمنت بيطلع في الآخر شكارة أسمنت آه الأسمدة الورق الطوب النسيج المشروبات والصناعات الكيماوية الله يبقى أنت في الحالة دي النظام بتاعك كان نظام محاسبي بيهتم بإيه؟ بيهتم إنك تحسب تكلفة كل مرحلة وكأنها وحدة اقتصادية قائمة بذاتها. تمام؟ ولها اختصاص معين ومنتج مميز وتعتبر المرحلة مدينة بما تسلمته من مواد مشغولة من المرحلة السابقة وبما تتكلفه من مواد وعمل وأعباء مختلفة وتعتبر دائما للمرحلة اللاحقة بتكلفة الانتاج المحاول. ومن الممكن تبعاً لطبيعة العملية الانتاجية بالوحدة ان يجمع النظام التكاليف بين الاوامر والمراحل يعني انا عشان انفذ الامر الانتاجي ممكن اكون شغال بنظام الايه المراحل الانتاجيه اخر نقطه في الموضوع بتاعنا ده ان انت بتتكلم ازاي تعمل مجموعه دفتريه والمجموعه الدفتريه دي مهمه جدا كمقوم اساسي من مقومات النظام بتاع التكاليف بتاعك يجب ان تغطي المجموعة الدفترية كل عمليات تسجيل وتجميع وحصر وتبويب وتحليل عناصر التكاليف المختلفة حسب انواع المنتجات او الاوامر او المراحل يبقى لازم تعمل ايه لازم تعمل مجموعة دفاتر مجموعة الدفاتر دي بتشدنا لنقطة تانية مهمة اللي هي ايه بقى احنا عندنا نظام من اتنين نظام الاولاني ساعات يقولوا عليه نظام الانفصال والنظام الثاني يسموه نظام الاندماج ايه يا جماعة النظامين دول على بعض كده يجي يقولك والله احنا اتفقنا قبل كدة في اللقاءات السابقة ان حسابات التكاليف مع الحسابات المالية نظامان متكاملان لا نستطيع أن نستغني عن احدهما وبالتالي أولنا حاجة من اثنين هل يا ترى ان احنا هنفصل حسابات التكاليف عن حسابات المحاسبه الماليه؟ في الحاله دي يقولوا عليه نظام الانفصال. يبقى كل مجموعه دفاتر ماشيه لوحديها. ولا احنا هندمج الحسابات دي مع دي ونعمل مجموعه دفتريه ومستنديه واحده. يبقى انت وانت بتصمم نظام التكاليف بتاعك عليك الاتي: ان تقوم بتحديد المجموعه الدفتريه بتاعتك كمصمم للنظام طبقا انت شغال مراحل ولا شغال اوامر النقطه الثانيه المهمه في المجال ده انك وانت بتعد المجموعه الدفتريه بتاعتك عليك ان تحدد بدايه هتمشي بنظام انفصال يعني تنفصل حسابات التكاليف عن الحسابات الماليه ولا هيحصل لهم اندماج لان كل واحده ليها نظام وكل واحده ليها قصه في اعدادها وتصميمها والكتابه فيها والتسجيل فيها وبالتالي نستطيع ان نقول ان احنا في هذا اللقاء تعرضنا لجزئين اساسيين الوحدة رقم اربعة اللي هي نظام معلومات التكاليف والوحدة رقم خمسة اللي عملت لنا مقومات لهذا النظام من دليل الوحدات وفترة التكاليف وتحديد النظم وكذلك اعداد المجموعة الدفترية وفي النهاية لا يسعني الا ان استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته والى اللقاء في الحلقه القادمه